ورجعنا بعد الفاصل، وتاني حلم هيكون معانا النهارده هو خاص بالرجاله. هتقولوا لي ايه هو الحلم؟ هقول لكم تعالوا نرحب بضيفي دكتور السعاده، وهتسالوني ليه دكتور السعاده؟ لان هو رسم البسمه على وشوش كتير جدا من الرجاله، وهو دكتور خالد جدله خبير صحه الرجل والعقم العقم المستعصي. برحب بك يا دكتور. اهلا بحضرتك دكتور. في البدايه احنا عارفين كده ان العقم مشكله كبيره جدا، زي ما بتقرق السيدات فعلا كمان بتسبب ازمه كبيره للرجاله. عايزين نعرف يعني ايه عقم وايه هو اسبابه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بشكرك على التسميه اللي حضرتك سميتيها، ده دورنا. العقم هو عدم القدره على الحصول على طفل لمدة عام كامل مع وجود علاقة زوجية منتظمة. تمام. له أنواع. عقم أولي يعني واحد ما خلفش خالص. يعني زي ما نقول في درجات للعقم. لا، أنواع. أنواع. درجات. أوكي. النوع الأول اللي هو العقم الأولي اللي هو ما خلفش قبل كده خالص. تمام. النوع الثاني بقى اللي هو العقم الثانوي اللي هو خلف وبعد كده حاول يخلف تاني ما حصلش. تمام. في بقى نوع تالت اللي هو العقم المستعصي. احنا بنسمع الكلمه دي بنفتكر مستعصي يعني ملوش علاج. لا، اكيد هو مش مستعصي على العلاج، هو مستعصي للتشخيص. بمعنى ان احنا بنحاول وبنعمل حقن وبنعمل تلقيح وبناخد علاج وبنعمل عمليات ومفيش نتيجه. هو ده العقم المستعصي. تقريب. وده بيرجع الى سبب او اسباب لم يتم اكتشافه. ما انا عشان كده احنا عايزين نتكلم النهارده عن العقم المستعصي، لانها مشكله كبيره جدا. في ناس فعلا بتفتكر ان الحاله دي هوبليس كيس، ما يقوس منها. صحيح. عايزين نعرف اسبابها بيرجع لايه. صح. هل مثلا الراجل بيبقى عنده مثلا عقم اولي او ثانوي ويبدا يهمل في نفسه لغايه ما يوصل له عقم مستعصي؟ شوفي حضرتك، ربنا سبحانه وتعالى خلق كل خليه علشان تشتغل بنسبة 100%. تمام. طالما نزلت عن هذه النسبة إذن هناك سبب، ولكن تتعدد الأسباب. للأسف أنا كطبيب لما باجي أتعامل مع المريض بتعامل مع المرض مش مع المريض. للأسف. بمعنى الراجل ده عنده ضعف في وظيفة الخصية، أبدأ أدي علاجات لضعف وظيفة الخصية بدون النظر إلى هذا الرجل اللي بيحمل الخصية إيه مشاكله. وارد جدا يكون عنده مشكلة نفسية، وارد يكون عنده مشكلة في الطاقة، وارد يكون عنده مشكلة في المناعة، وارد يكون عنده مشكلة في أي حتة في جسمه بعيدا عن الخصية أثرت على تدعيم الجسم للخصية. إذن خلينا نقول علشان الراجل يخلف بحتاج شروط. ايه هي الشروط؟ الشرط الاول انه يكون عنده سائل منوي طبيعي، اللي هو اللي احنا كلنا بنعرفه، العدد والحركه والاشكال المشوهه وخلافه. الشرط الثاني حيوان منوي قادر على الاخصاب. ايه الفرق؟ الفرق ان لو انا عندي باب مفتوح، الباب ده بيحتاج كم فرد علشان يفتحه؟ فرد واحد، هو ده السائل المنوي. لو هذا الفرد ايديه توجعه مثلا فرضا، هيقدر يفتح الباب؟ لا. اذا هو ده وظيفه الحيوان. اذا وجوده كعدد حاجه وقدرته على اداء الوظيفه حاجه تانية. الشرط الثالث خصيه قادره على اداء وظيفتها. الشرط الرابع مجموعه الغدد اللي بتتحكم في الانتاج بتديره، هي الاداره المكتب الكبير اللي بيدير وبيخطط وبينفذ. خامس حاجه بقى المبنى بتاع المصنع نفسه، الجسم. وهنا بقى هنا الاشكاليه، ان لا يتم النظر الى الجسم كوحده اساسيه من اسباب العقم. احنا فقط بننظر الى الخصيه. في دوالي تعالى نعملها، مفيش دوالي ناخد لا، الموضوع ما هوش ضيق بالشكل ده، موضوع واسع كبير. لان انا بتم لابد
ان انا اتعامل مع المريض ولا اركز على المرض. الصح ان انا اشوف حالة المريض نفسه وما اشوفش حالة المرض. طب دكتور انت وقفت عند نقطة كده اللي هي العامل النفسي، هل ليه فعلا دور ان هو ممكن يأثر عليه في القدرة على الانجاب؟ شوفي حضرتك ربنا سبحانه وتعالى خلق الجسم ملايين 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 من الخلايا، كل خلية فيها البطارية الخاصة بيها. طب البطارية دي بتروح بنزينة تشحن؟ لا، المخ هو اللي بيبعت لها الشحنات بتاعتها. المخ ده بياخد الشحنات منين؟ ربنا جعل المصدر بتاع الكهرباء الخارجية للجسم بياخدها أو الطاقة، طاقة بنسميها رخيصة ببلاش، الشمس. الشمس هي المصدر الأساسي للطاقة في جسم الإنسان على عكس الناس ما فاهمة. يجي بعدها المية، يجي في الآخر الأكل 2.5% بس من كل الطاقة اللي الجسم بيحتاجها. مش كل حاجة زي ما احنا مفاهمين، انت دايخ روح كل، انت تعبان روح، مش كده خالص على الإطلاق. لما الجسم بياخد ده، خد الطاقة، قدر ان هو يحولها للطاقة اللي هو عايزها، النموذج او الشكل اللي هو عايزه، يبدأ يبعت دي في مسارات، في اسلاك كهرباء. كل نسيج او كل عضو او كل مجموعة بيوصلها الكهرباء عن طريق هذه المسارات. المسارات دي لك ان تتخيلي سعادتك، لو انا زعلت شوية حصل بلوك، قفلة في المسار. اذا القفلة اللي حصلت ما مكنتش الطاقة ان هي كانت ماشية في هذا المسار ان هي تكمل. طيب القفلة دي بتعمل ايه؟ القفلة حصلت هنا، فهل ده معناه ان هيحصل لي مرض في هذا المكان؟ لا، المكان ده كان بيغذي عدد من الاماكن، الاماكن اللي بيتم فيها التغذية دي هي دي اللي هيحصل فيها المشكلة. اذا العامل النفسي من احد اهم العوامل اللي هي بتقوم على ان انا اخلي دايما المسارات الطاقة عندي تفضل شغالة. نسيب العقم وابلغ سعادتك حاجة، 97% من الاورام السرطانية ناتجة من الاسترس، عوامل الضغط العصبي. يعني النهاردة لو انا متوازن 97% هبقى امن من ان يحصل لي هذا الورم السرطاني. ما هو نفس القصه، ما هو ده خلل في وظيفه بيولوجيه حيويه موجوده داخل جسم الانسان. الضغوط اللي حواليك هي اللي بتسبب هذا البلوك، القفله. ما دام حصلت قفله لك ان تتخيلي كم التغيرات اللي هتحصل بعد هذه المحطه. تمام. اللي منها العقم. تمام. طيب ايه هي يا دكتور طرق علاج العقم المستعصي؟ هل ليها علاج ولا حضرتك بتبدا معاه ازاي؟ شوفي حضرتك الموضوع ده طويل طبعا جدا، بس أكيد انا هنحاول ان احنا نبسطه في حلقتنا الصغيره دي. اولا لا يوجد علاج طالما ما عرفتش السبب. مفيش حاجه اسمها ادي علاج وانا ما اعرفش السبب. خليني اقول لسعادتك مثال بسيط. النهارده لو جاني التهاب في اي مكان، اي مكان التهاب في الكلى مثلا، ميكروب دخل في المثانه وسبب التهاب في المثانه واشتكيت بحرقان البول الى اخره، الطبيعي ان انا كطبيب شاطر هاخد عينه من البول وححللها وهعمل لها مزرعه وهطلع بقى الميكروب المضاد الحيوي اللي هيشتغل على الميكروب ده. انا كده بقى شاطر؟ لا خالص خالص، مش هو دي شطاره. هو ربنا سبحانه وتعالى جعل لك جدار حمايه حوالين جسمك بالكامل. الجدار ده موجود، اذا الميكروب لن يستطيع انه يدخل. فانا النهارده سبت المشكله اللي حصلت، الفتحه اللي حصلت في الجدار الحامي اللي دخل منها الميكروب، ورحت عالجت الميكروب. انا ما عالجتش المشكله، انا اسيب الميكروب لحاله واروح اعالج الفتحه دي، اشوف ايه السبب في دي واقفلها. قفلتها
قدر الجسم انه يتعامل مع الميكروب بمنتهى الاريحيه وطلع الميكروب لحاله. نقلنا فكر في العلاج ناحيه ثانيه خالص. من هنا احنا بدانا نعمل البروتوكول بتاعنا بقى. النهارده عوامل الضغط كتيره جدا في العقم، احنا اتفقنا العقم المستعصي انا باخد علاجات عشان نفهمه وما بستفدش، بعمل عمليات وما بستفدش، بعمل حقن مجهري وما بينجحش. طب ما هيجي كده المريض يقول طب ايه لازمه بقى ان انا اخد علاج وانا كده كده النتيجه؟ لا مفيش حاجه اسمها ايه، لا احنا بنقول ايه، الطب درجات. انا اقدر، انا ممكن ادي المريض حبايه يشفيه الله سبحانه وتعالى حالته كده، ما ينفعش ادي حقنه، ما ينفعش اعمل عمليه، ما ينفعش اطلع للي انا بقوله يعني، انما مش هقدر اطلع مرحله مرحله. مش هقدر اطلع اقول لكل الناس تعالوا انتوا عقم مستعصي، لا طبعا ده كلام غير منطقي وغير صحيح. واحد بيستفيد بابسط الحاجات، طب انا هدخله ليه في الصعوبات دي كلها؟ لان دي صعوبات من التشخيص، لانها طرق تشخيصيه جديده وطرق علاجيه جديده هشرحها لسعادتك لو توفر معنا الوقت. اتفضل. بالنسبه لي الاسباب بقى اللي هي بتؤثر على العقم المستعصي اللي احنا بنتفق عليها، اللي اتفقنا عليها، اللي هي الاسترس، عوامل الضغط. عوامل الضغط دي هي العوامل اللي بتؤثر على الانسان وتحوله من حال الى حال. ايه الحال الى الحال؟ الانسان موجود في حالتين، حاله الاسترخاء، انا قاعد مع حضرتك بنشرب شاي بنشرب قهوه بنهرج بنضحك، دي حاله الاسترخاء. تمام. في حاله تانية بقى اللي هي حاله الخطر. ايه حاله الخطر دي؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل في جسمنا حاله معينه، الحاله دي تقدري ان انت تحتفظي بيها لجسمك وتحافظي على حياتك. اسد عدى قدامك، كلب مفترس، تلاقي نفسك قمتي وجريتي ونطيتي تقول انا ما اعرفش انا جريت ازاي بالشكل ده، انا عمري ما جريت كده، انا ما اعرفش انا نطيت ده، وهكذا. افعالك في الوقت ده بتبقى انت ما انتش عارفه انت عملتي ده ازاي، دي حاله الخطر. تخيلي حضرتك مع وجود الضغوط اللي موجوده دي بتفضل حالة الخطر دي مستمرة في جسمك، عشان كده جسمك بيتهد، لأنها مش جسمك غير مؤهل إن يكون في حالة الخطر دي مدة طويلة. هي حالة الخطر هي مرحلة لحظية علشان نحافظ بيها على حياتنا، ما هيش مرحلة مستدامة أقدر أكمل بيها حياتي، فعشان كده بيحصل هد. بص تلاقي المريض ده بيجي يقول ده انا دايخ دايما، ده انا تعبان، ده انا مش قادر، ده انا بقوم من النوم تعبان كاني بقى عمدين زي ما بتقال. ده انا حاجه غريبه جدا، واحد المفروض يقوم من النوم مستريح، ما بعرفش اطلع سلم، عندي 20 30 سنه ما بعرفش اطلع سلم، ركبه بتوجعني، جيوب انفيه عندي 12 شهر في السنه، وهكذا الى اخر الاعراض اللي كل الناس عارفاها. من هنا بنقول ان سعادتك واقع تحت ضغط. انواع الضغوط كتير جدا، في ضغوط نفسيه، في ضغوط نفسيه اللي هي المشاعر، المشاعر في مشاعر ايجابيه وفي مشاعر سلبيه موجوده. المشاعر الايجابيه لو نقص منها واحد اصبح في ضغط، المشاعر السلبيه لو اتوجد منها واحد اصبح في ضغط، لان عملت لي مشكله. خليكي مثلا ساعتك بتكرهي حد معين، ساعه ما تتواجدي معاه في مكان واحد بتلاقي نفسك اصبحتي غير طبيعيه. طب ده ليه؟ ما هو ده عمل لك بلوك في السريان بتاع الطاقه داخل جسمك فعمل لك المشكله. نيجي للعوامل الضغط الاخرى، في عوامل ضغط اخرى كتير جدا زي اللي هي الطاقه نفسها. لو نقصت، حطي حد في اوضه ضلمه لمده 3 ايام، قولي له نام 3 ايام، الطبيعي الانسان لما بينام بيقوم مستريح، هيقوم تعبان جدا، مش هيرتاح الا لما يطلع للشمس. اكيد احنا نفهم بقى ان ده المصادر القوه اللي ربنا حطها. غير كده السموم، يعني ايه السموم؟ هي مجموعه من العناصر موجوده في البيئه يستطيع الجسم ان هو عند تعرضه ليها انه يتخلص منها، فاذا زادت نسبتها عن النسب اللي يقدر الجسم انه يتخلص منها اصبحت في حكم السموم. دي بقى بتؤثر على من اول شعر الراس من فوق يقع وما يبقاش بصحه لحد البشره، الجلد، الجسم كله لحد تحت. تمام، واخده بال سعادتك؟ التغذيه. طب نقدر نقول كده يا دكتور ان دلوقتي الاسباب تنقسم اوليه وثانويه؟ يعني مثلا في حاجات احنا ممكن نحلها زي مثلا الضغط العصبي كده، في حاجات ممكن حالات ان احنا لازم نتدخل بيها خلاص بالعلاج. ما ده اللي حقيقي في نوع العلاج. انا بس عشان الساده المشاهدين حابين يعني يفهموا اكتر. اللي انا لسه بقوله دلوقتي هي الخطوه الاولى اللي هي التشخيص الاسباب. وحاولت ان انا اقول عناوين بس، انا ما ذكرتش حاجه من تحت.
أيوة. بعد كده التغذية، التغذية بتتقسم إلى أكل ناقص وأكل مش المفروض أكله. أنا برسم خريطة شخصية لحضرتك. تمام. يعني لو سعادتك ليكي توأم، توأم ايدنتيكال نفس الشكل والطباع، هتلاقي خريطتك غير خريطتها، مختلفة خالص طبعا، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل جسم بصمة مختلفة تماما زي بصمة الصباع. الجسم ده يقبل كذا ولا يقبل كذا. بعد ده ما عملناه هنبدأ بقى إن احنا نتعامل مع كل عنصر من العناصر اللي قلناها، نبدأ نفهم المريض كيف يتخلص من هذه الضغوط عن طريق حاجتين. الحاجة الأولى اللي المريض فيها هيمنع ضغوط جديدة إنها تجيله، يعني مثلا بقول له ما تلبسش بوليستر مثلا، لأن البوليستر جسمك ما يتحملوش، فهو مش هيلبس البوليستر. ولكن تأثير البوليستر اللي حصل طول العشرين سنة اللي فاتوا ده دوري أنا، يبقى فيه دورين والاتنين ما ينفعش واحد فيهم يتقام لوحده، ما ينفعش يتجزأ، لا أنا ليا دوره دوري وهو ليه دور الاتنين، لأن أنا النهاردة لو أنا طلعت اللي موجود وهو حط تاني هنفضل طول عمرنا بهذا الشكل. فإذا النهاردة إحنا مريض حالة صفر تماما، راح لعلاجات وخد عينات والعينة كانت صفر ومرة واثنين وثلاثة واربعة، خلاص زي ما بنقول كده بالبلدي وشه في الحيط، خلاص انتهينا ما بقاش في حل. لا سعادتك بنيجي وبنحاول تاني نبدأ. بنبدأ إزاي؟ إن إحنا بنمشي في طريق برا الصندوق، بنفكر برا الصندوق. زي إيه بقى يا دكتور؟ أنا لسه هقول أهو، اللي إحنا رقم واحد بنتعرف على عوامل الضغط علشان نتجنب. تمام. سعادتك مش المفروض في بالنسبة للتغذية حاجتين، 70% من مرضى العقم عندهم مشكلة مع الحاجتين دول ومحدش بيتكلم. تغذية وسترس؟ لا الحاجتين دخلت جوه بقى الاسترس نفسه. تمام. عوامل الضغط. الحالة الأولى هو القمح أو الجلوتين، المادة اللي موجودة في القمح. الحالة الثانية هو اللبن أو اللاكتوز. المادتين دول 70% بيؤثروا على مرضى العقم. فإذا النهاردة بريح نفسي من البداية وبقول له إيه؟ ما تاكلش لبن، ما تشربش لبن بمنتجاته، وما تاكلش قمح بمنتجاته. ده الكلام العام. إنما طبعا إحنا عارفين إن إحنا دلوقتي بنعمل حاجة اسمها بيرسونالايزد ميديسين، يعني إيه؟ بنفصل على حالة كل مريض. ففي بعض المرضى هقول لهم لا تقدر تشرب اللبن، ليه؟ لأن جسمه يستطيع حسب حالة المريض. ما بس احنا نعلم ان 70% من البشر، انت مش عايز تروح دكتور ما تشربش لبن، ما تاكلش قمح، وريح دماغك الى ان يرزقك الله سبحانه وتعالى برزقه. طيب المرضى دول عندهم حالتهم صفر، خدوا عينات فشلت، ايه البروتوكول بتاعنا للعلاج؟ خلينا نمشي في خطين متوازيين. الخط الاول اللي انا بحاول افهم الناس بمشيه ازاي، خليني انا فلاح، الفلاح ده هيزرع الارض ازاي؟ اول خطوه بيعملها ايه؟ بينظف الارض، صحيح؟ صح. انا بعمل كده، اول حاجه بعملها الديتوكس اللي هو التخلص من السموم. بحضر البيئه، بخليها بيئه صالحه بقى، اشيل منه السموم اللي حصلت في جسمه طول الفتره اللي فاتت. الكبد هو العنصر العضو الاساسي للتخلص من السموم، وربنا سبحانه وتعالى عمل الكبد بهذه الوظيفة والدهنة. بس للأسف الشديد من كتر أن السموم اللي احنا بنديها له 24 ساعة ما بيرتاحش، بيتعب وظيفته، بدل ما بتبقى 100% بتبقى 90 60 40. النهاردة المعدة بتاخد السموم اللي الكبد رماها وتبدأ ان هي تكسرها، كسرتها المعدة لها بقايا. لو انا قمت الصبح شربت كوبايتين مية كل البقايا السموم مشيتها، لو انا ما شربتش كوبايتين مية هيترسبوا زي ما هم ويزيد عليهم بتاع بكرة وبتاع بعده وهكذا. اذا خطوتنا الاولى بروتوكول بتبلغه للمريض، انت ليك طريقة معينة، الاكل في هذه الفترة اللي هي الشهر الاولاني، ثلاث حاجات بس اللي بتاكلها، ثلاث حاجات بس اللي بتحط بالك فيها في الاكل، المية، الفاكهة، الخضار. هيسألني يقول لي طب السمك؟ لا. طب في الآخر بقول له أي حاجة هتسألني عليها أقول لك لا. هما الثلاث أنواع دول بس. طيب المية
ميه معينه؟ اه ميه معينه، لابد الميه تكون من فلتر، ولابد احط 2 لتر في ازازه، واجيب نص خيارة اقطعها قطع صغيره. ولازم يشرب كميه محدده يا دكتور من الميه؟ من 2 ل 3 لتر، بس الميه نفسها بالتصنيع اللي انا بقوله ده فلتر. فلتر، واحط عليها نص خياره، واحط عليها نص صباع جنزبيل اقطعه، واحط ليمونه بس من دون عصر ما اقطعها. الحاجات دي بتعمل ايه؟ اقول لي سعادتك بتعمل ايه؟ ال جسمك اما حامضي واما قلوي. الحامضي والقلوي ده ارقام بتبدا من 0 ل 14. النص بالظبط 7، ما تحت السبعه فهو حامضي، وما فوق السبعه فهو قاعدي. للاسف الشديد الصحه الايديال الموديل من 7.2 ل 7.4، ودي مساحه صغيره جدا جدا. ولو احنا خدنا بالنا دي واقعه فين؟ في الحامضي ولا في القاعدي؟ لا في القاعدي. كل اكل حضرتك حامضي، كل الأكل. الاكل بلا استثناء ما عدا حاجتين، خضار وفاكهه. اذا النهارده اللحمه في اي حاجه هتحطيها حامضي. حامضي. الحامضي ده هي البيئه الخصبه لجميع الامراض والميكروبات والاورام. اذا لو انا قاعدي مفيش اورام، مفيش امراض، مفيش ميكروبات. تمام. تقدر تعيش في البيئه القاعديه. الميه اللي انا عملتها دي ميه قلويه نقلت الجسم من الى. طيب دكتور وقتنا يجري بسرعه مع حضرتك، عايزين كده نصيحه تقولها لكل رجل يبدا ازاي خطواته الاوليه على اساس يوصل ما يوصلش للعقم المستعصي. والله يعني يبدا ازاي؟ البدايه انه يدور عن نفسه مش عن المرض. اللايف ستايل او نمط الحياه بتاعه لابد ان هو يحاول يعدله. يعدله ازاي؟ خش على المواقع بتاعتنا هتلاقيني عامل كل ده. تعمل ايه بالظبط؟ اكل ايه؟ هتلاقيني حاطط كل ده. تاكل ايه وتشرب ايه؟ واخده بال حضرتك؟ يتواصل مع المراكز هتلاقي الكلام ده مطبوع، يجي ياخد المطبوعه ويقراها. لابد ان انا زي ما قلنا في بدايه الحلقه ما اهتمش بالمرض، اهتم بالمريض اللي اصابه المرض. طيب دكتور لازم برضو يختار دكتور كويس؟ يعني المريض لازم يختار دكتور كويس ولا ممكن يروح لاي دكتور؟ لان برضو في بعض الدكاتره بتديهم مثلا علاج غلط، تشخيص غلط. النقطه دي مهمه سعادتك. مفيش حد ايا كان الحد ده في عمله بيسعى للخطا. مفيش حاجه اسمها دكتور بيدي علاج غلط، مفيش. هي بس احنا مش في نقطتين مش فاهمينهم. النقطه الاولى ان الطبيب ملتزم بخطوط معينه، ده مش عندنا، ده في كل انحاء العالم، خطوط معينه من العلاج الجسم يقبل او لا يقبل هو ما يقدرش يحكم عليها. واخده بال سعادتك؟ تمام. الحاجه الثانيه بقى ان تعامل الطبيب بيرجع لتراكم الخبرات، فكلما كانت الخبرات متراكمه في هذا الموضوع لا قدر ان هو يتعامل مع المريض. لا حضرتك النهارده انا ممكن اكون طبيب باطنه وفي نفس الوقت بشتغل في النساء وفي الاطفال لا احنا بنشتغل فقط في العقم. دكتور وقتنا يجري بسرعه، عايزين حضرتك توعدنا تكون معانا حلقات جايه ان شاء الله، لان احنا فعلا موضوع العقم المستعصي ده موضوع كبير جدا وعايزين نتكلم فيه باستفاضه. بشكر حضرتك يا دكتور. ميرسي يا فندم، مشكور. ودلوقتي تعالوا نطلع فاصله سريعه ونرجع نكمل بيها حلقتنا.